جين كي بتساوي 2 والتايم كونستانت ب 60. بعدها بيقولك ارسم ريب بلوت تاني لو في كونكتد معاها ديلي ايرمنت بخمسة سكند، يعني لو حصل الفانكشن دي الجي اوف اس دي ديلي بكام؟ بخمسة سكند. خلينا بس نشوف اول حاجه بيقولك ارسمها، لو عندك الكي باتنين الجين بتاعك باتنين والتايم كونستانت بتاعك بستين، اتعوض في الجي اوف اس عن الكي والتي، عوضت عن الكي والتي هتطلع ايه بالشكل ده. طيب احنا قلنا عشان لما نيجي نرسم البولر بلوت احنا بنعمل ايه؟ كل اس بنعوض عنها بايه؟ لو حد فاكر من المحاضره اوميجا اوميجا جي تي. اه تمام. طب احنا مش قلنا ان احنا ممكن بنعملها على طول امبليتيود وزاويه، يعني كل ترم عندنا نخليه امبليتيود وزاويه بدل ما نقعد نعوض واحدة واحدة والمسألة تبقى كبيرة. مش الدكتور قال في طريقة ان انت ممكن تعوض على طول، بتخلي اي بسط ومقام عندك كل ترم بتخليه امبليتيود والزاوية. طب الاتنين دي الامبليتيود بتاعه هو اتنين، الزاوية بتاعتها بكام؟ بصفر. طيب المقام بتاعنا واحد زائد ستين اس، الامبليتيود بتاعه قلنا بنجيبه ازاي؟ هو الجذر التربيعي لواحد زائد ستين والاس بتعوض عنها باوميجا، يبقى ستين اوميجا كام؟ ستين اوميجا تربيع. والزاوية قلنا الزاوية بتبقى ايه؟ تان ماينس وان ستين كام؟ ستين اوميجا. حد مش فاكر الجزء ده بنجيبه ازاي؟ عشان ده اساس، ده الاساس عندنا في اي مسألة. حد مش عارف ازاي بنحول من الاس دومين ان هي تبقى في الاوميجا دومين انها تبقى امبليتيود وزاويه؟ فين الجزء اللي تحت ده تاني؟ مش مظبوط. اني جدول اللي تحت احنا لسه ما ابتديناش يا باشمهندس، لسه ما درسناش اللي تحت الروت يا باشمهندس. ماشي، احنا ممكن برضو نجيبها من المحاضرة. يعني ده اختصار، يعني انت لو يعني عشان ايه، يعني ده اختصار القانون. الدكتور قاله ان انت ممكن بتعمل ايه بدل ما انت بتقعد تعوض. يعني بص هنا، انت لو عوضت عن كل اس باوميجا جي هتلاقي المعادلة عندك ايه؟ خطوات كبيرة جدا. ففي طريقة مختصرة طلعت ان انت بتعمل ايه؟ طلعت ان الاي اوف اوميجا اهي هي ايه؟ هي جذر واحد زائد اوميجا سكوير تي سكوير. يعني ده اختصار، بدل ما انت تعوض عن كل اس بالجي اوميجا، لا يعني انت خلاص بقى عرفت يعني واحد، يعني مثلا الواحد زائد التي اس دي هتبقى ايه؟ الامبليتيود بتاعها بتجيبه ازاي؟ هي الجذر واحد زائد التي اوميجا الاتنين ايه؟ سكوير. يعني هو ده شكل القانون واختصاره. الواحد هو يعني مثلا هنا واحد، يبقى الواحد والزاوية بتاعته بصفر، وهنا الواحد زائد التي اس بقى جذر واحد زائد اوميجا تي كل سكوير، والزاوية بتبقى ايه؟ تم ماينس وان اوميجا في التي اللي هي جنب الاس، يعني الكونستانت اللي جنب الاس تايم كونستانت. تمام كده. يبقى احنا عرفنا هنا اتنين، قلنا هتبقى اتنين وزاوية صفر، وهنا الواحد زائد ستين اس بقى الامبليتيود هو جذر واحد زائد ستين اوميجا كل سكوير، والزاوية بتاعته تبقى تان ماينس وان ستين أوميجا. تمام. طب احنا قلنا في الأوميجا دومين الأمبليتيود هنا مقسوم على بعض عادي، بتقسمه يعني هو هنقسم اتنين على الأمبليتيود اهو. باشمهندس بعد إذنك بس، أيوه، هو حضرتك بتشرح على سكرين أو حاجة؟ أصل مفيش شاشة ظاهرة عندنا. الباقي كله ظاهرة الشاشة مش ظاهرة؟ ظاهرة ظاهرة يا باشمهندس. لا لا ظاهرة يا باشمهندس. تمام. شوف كده من عندك يا باشمهندس، ممكن يكون في حاجة في النت. طب تمام. باشمهندس بس معلش أنا لسه داخل بقالي دقيقتين، يعني فهل في حاجة اتشرحت زيادة ولا لسه؟ لا لا لسه بادئين، لسه بادئين. يعني لو أنت فاهم إزاي بتجيب الأمبليتيود والزاوية يبقى أنت ما فاكش حاجة، ما فيش حاجة فاتتك يعني. تمام ماشي إن شاء الله. الحمد لله.
طيب احنا قلنا الامبليتيود هنا 2 على الامبليتيود، يعني البسط، امبليتيود البسط على المقام هو ده. طب الزاويه، الزوايا لما بتتقسم بنطرحها من بعض، فانت عندك هنا الزاويه بصفر هتطرحها من كام؟ ماينس 10 ماينس 1 ايه؟ 60 اوميجا. طيب احنا كده جبنا ايه؟ جبنا شكل المعادله فانكشن في ايه؟ في اوميجا، وهو بيقول لك عايز ايه؟ ترسمها. طب عشان نرسمها لازم نعوض عن ايه؟ هنعوض بقيم اوميجا مختلفه. طيب او انت هتعمل جدول، تعمل جدول، سيبك بس من الجزء ده، الجزء ده يخص بباقي المساله، خلينا بس في ايه؟ اول 3 صفوف دول. اول حاجه بتحط الاوميجا، وما تنسوش اليونتس يا باشمهندسين، ما تنسوش اليونتس عشان انت ممكن اجاباتك تبقى صح بس مش كاتب يونتس فتنقص درجه او حاجه ما لهاش لازمه. عندك الاوميجا يونتس بتاعتها ايه؟ راديان بير سكند. الاي اوف اوميجا ده كونستانت، الفاي اوف اوميجا انت بتعمل الايه الزاويه بايه؟ بالدجري. فانت تكتب، يعني تكتب تحت كل حاجه عندك تكتب اليونت بتاعتها هي ايه في الجدول. تمام، عن الاوميجا انت عايز تعوض بقيم اوميجا، اول حاجه بتبتدي بايه؟ بالصفر، بتعوض باوميجا بصفر وهتجيب ايه؟ هتجيب الامبليتيود والزاويه. طيب ما نيجي نعوض هنا بصفر، لو عوضنا هنا بصفر الامبليتيود هيطلع معاك بكام؟ المقام هيبقى بواحد فالامبليتيود باتنين. طيب الزاويه لو عوضنا عن هنا بصفر الفاي هتبقى بصفر. طيب انت بتعوض بقيم ايه؟ انت بتبتدي طبعا بالصفر، بعديها ممكن تحط ايه؟ 1 من 100، بعديها 1 من 10، يعني بتحط ايه قيم، بتقعد تمشي تدريجي كده شويه قيم، يعني 1 من 100، 1 من 10، 2 من 10، نص، بعديها حطينا 1، بس اهم حاجه بتبتدي بصفر ويبقى فيه ايه؟ انفينيتي في الاخر. وبرده انت مع الرسمه هيبان لك انت محتاج تعوض بقيم تانية او لا، يعني هيبان معانا قدام. طيب احنا هنا باقي القيم واضحه، نقعد نعوض ونجيب كل شويه، نقعد نجيب الامبليتيود وايه والزاويه، بتعوض هنا في المعادله تجيب الامبليتيود والزاويه عند انفينيتي. لو بصينا عند انفينيتي، لو عوضنا عند الاوميجا بانفينيتي هتبقى في المقام تحت، فالامبليتيود هيبقى بكام؟ بصفر. طب الزاويه تان انفينيتي بكام؟ تان ماينس 1 انفينيتي ب90، وهنا في نيجاتيف فالزاويه تلعب بكام؟ بنيجاتيف 90. طيب احنا عايزين ايه؟ نعوض بقى عن كل قيمه من هنا، الجدول اللي احنا جبناه ده عايزين نرسمه. بترسمه ازاي؟ اول حاجه الواي اكسس بتاعك بيبقى هو الايماجينري نمبر، والاكس اكسس هو ايه؟ الريل نمبر. طب بتعوض ازاي؟ اول حاجه احنا عندنا بيقول لك ايه ب2 وفاي ب0. طيب انت بتشوف انا هنا مثلا عامل السكيل بتاعك، طبعا ما تنساش تظبط السكيل لان انت هتلاقي بص امبليتيود فيه ارقام صغيره فصعب ترسمها سكيل واحد لواحد، يعني ايه انت كل ما تشوف الارقام بتاعتك طالعه عامله ازاي كل ما انت هتظبط السكيل بتاعك. فانا هنا عامل ان كل 2 سنتي بايه؟ بواحد امبليتيود. طيب يبقى هنا عوضت عن 2، عن الامبليتيود ب2 وزاويه صفر اهي، دي اول نقطه معانا. وبعديها عندنا ايه؟ عند الواحد من اوميجا بواحد من 100 طلع الامبليتيود بكام؟ ب1.7، والزاويه بكام؟ بنيجاتيف 31. طب دي بنرسمها ازاي؟ انت واقف هنا اهو عند الصفر بتقيس الزاويه، الزاويه النيجاتيف دي حاجه مهمه يا باشمهندسين، الزاويه النيجاتيف بترسمها ازاي؟ مع عقارب الساعه، يعني الزاويه النيجاتيف بتتقاس من هنا، يعني انت هتقف هنا عند الصفر انت عايز زاوية كام؟ نيجاتيف 31، هتقيس من هنا زاوية بكام؟ 31 هنا في الايه؟ في الاتجاه النيجاتيف ده. طب انت جبت الزاوية مثلا طلعت ايه؟ اكنها مثلا النقطة دي، يعني انت بالمنقرة تجيب زاوية طلعت النقطة دي، والامبليتيود بتاعك بكام؟ ب1.7، هتقف من النقطة دي ترسم خط بايه؟ 1.7، يبقى ايه؟ يقاطع عندك النقطة الجاية بتاعت الزاوية، يعني أنت ماشي 31 بخط كام؟ 1.7، بس طبعًا ما تنساش تشوف الريسكيل بتاعك، يعني 1.7 دي هنا تبقى مضروبة في 2 عشان الريسكيل إيه؟ أنا ضاربه في 2، يعني مثلًا النقطة مثلًا هتطلع هنا على الكيرف. طيب أنت عمال تعوض كل شوية الزاوية بت إيه؟ عمال تعوض بأمبليتيود وزاوية، بتأمبليتيود وزاوية وبت إيه؟
ترسم الكيرف، وعند الانفينيتي اهي الامبليتيود بصفر والزاويه بايه بنيجاتيف 90. لو جيت هنا رسمت يعني بعد ما عوضت وهترسم، هتلاقي ان الكيرف طلع معاك شكله عامل ازاي، نص دايره. هيطلع الكيرف بتاعك شكله ايه، هاف سيركل كده. طب انت مش ممكن تكون عارف من قبلها الشكل بتاعك هيطلع عامل ازاي؟ يعني لو بصينا هنا في المعادله دي، معادله ايه؟ معادله فيرست اوردر عادي. انت عندك جين، قيمه الجين فوق وتحت ايه، فيرست اوردر يعني واحد زائد كونستانت في اس. طب احنا دي لو بصينا في المحاضره اهي، اللي هو ايه الفيرست اوردر ايرمنت ما فيهوش تايم ديلي، الشكل بتاعه هو عامل ازاي، نص دايره. فانت دي انت هنا لو انت عارف الشكل هيطلع معاك ازاي طبعا احسن، لان انت هنا لو انت هنا انت بترسم بايدك، ما تيجي توصل بايدك ممكن النقط طبعا ايه مع الارقام الصغيره. يعني بص هنا مثلا الرقم طلع 33 من 100 مع السكيل، ممكن ما تلاقيهاش ظبطت ايه انها نص دايره قوي. يعني ممكن تلاقي نقطه مثلا ايه طلعت بره الكيرف شويه، نقطه بعديه شويه. فانت احسن تكون عارف الكيرف بتاعك هيطلع ايه، شكله عامل ازاي. يعني انت هنا انت عارف الايه الفرق اللي هو الايجمنت من الدرجه الاولى بيطلع ايه هاف سيركل، وايه بيبتدي من الامبليتيود اللي هو عند الصفر، يعني الاوميجا عند الصفر هي مثلا هنا بواحد، بس احنا هنا كان عندنا جين، هنا كان عندنا جين باتنين، عشان كده الامبليتيود ابتدى بكام؟ باتنين. فانت طبعا لو انت عارف الشكل هيطلع معاك عامل ازاي، هيسهل عليك ايه الرسمة ان انت توصل الكيرف بشكل صح، احسن من انت بتعوض بارقام ممكن تبقى نقطة بعيدة شوية بتاع، فالكيرف يطلع شكله ايه مش مظبوط. بس فهي يعني الموضوع بسيط، انت ما دام انت جبت يعني انت ما دام جبت المعادلة صح خلاص، انت بقيت ايه كأنك رسم بياني، انت بتعوض وبترسم. فانت بتظبط بس ايه حتة السكيل، وان انت تبقى عارف شكل الكيرف ده ايه، ده بيساعدك ايه ان الكيرف يطلع مظبوط. وطبعا في المساله بتحدد اتجاه الاوميجا، يعني انت الاوميجا ابتدت اهي من الصفر ومشيت لحد كام انفينيتي، يعني ايه بين في الشكل الاوميجا بتاعتك ماشيه ايه، ماشيه ازاي. وبرده بين ايه فين الاوميجا بصفر، يعني فين القيمه عند اوميجا بصفر وفين القيمه عند كام اوميجا بانفينيتي. تمام كده؟ حد مش فاهم بنرسمها ازاي او بنعوض ازاي؟ حد يا باشمهندسين مش فاهم بنعوض ازاي؟ لا تمام 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 ماشي. نخش بقى ايه في المطلوب التاني، كان بيقول لك ايه، بيقول لك ارسم المسألة تاني لو حطيت ايه؟ حطيت تايم ديلي بايه؟ ب 5 سكند. حد فاكر التايم ديلي في الاس دومين بنعوض عنه بايه؟ من شيت 2 كده؟ تي ماينس تاو، واحد في تي ماينس تاو صح؟ لا مش تي ماينس اي، اي اس كام؟ اي اس نيجاتيف تاو، اي اس نيجاتيف تاو اس، تاو اس التاو بتاعك اللي هو التايم ديلي في ايه؟ في اس ده في بس في ده في التايم، في التايم انا بتكلم في الاس دومين. طب انت هنا عشان هو مديك الجي اوف اس، فانت عايز تعوض عن التايم ديلي بايه في الاس دومين. طيب يبقى انت هتزود ايه عن في المساله؟ هتزود اي اس نيجاتيف اللي هو التايم كون التايم ديلي هو بتاعك اللي هو 5 نيجاتيف التي في اس. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل نفس الخطوات تاني. عندك الامبليتيود هنا باتنين، الاي ده لو انت فاكر في المحاضره هو الامبليتيود بتاعه ملوش يعني ملوش امبليتيود، انت بتعوض عنه بزاويه. طب الزاويه بتاعته بايه؟ بنيجاتيف التايم كونستنت بتاعك اوميجا اللي هو التايم الديلي بتاعك في اوميجا. فانت عندك هو عادي الاتنين هي الامبليتيود والزاويه هنا كام؟ نيجاتيف 5 ايه اوميجا. طيب تحت ايه 1 زائد 60 اس احنا خلاص عملناها قبل كده، هي هتيجي هنا تقسم هنا الامبليتيود لو بصيتها هو ايه، هو بتاع المساله اللي فوق ما اتغيرش، يعني التايم ديلي ما بيغيرش في ايه،
مغيرش حاجة عندك في الامبليتيود، بس عمل ايه في الزاوية؟ لو بصيت عندك بقى نيجاتيف 5 اوميجا ناقص التان ماينس 1 ايه 60 اوميجا، جاي الزاوية اللي تحت. طيب انت لو بصيت، طب باشمهندسين معايا، انا عملت ايه هنا؟ ضربت في ايه؟ ضربت في 180 على باي. حد عارف ليه؟ حد عارف انا جه هنا في الزاويه ضربت في 180 على باي؟ عشان الزاويه عشان احولها بالديجري. تمام. انت عندك هنا لو انت اوميجا تي، يعني هنا الزاويه هنا بايه؟ هنا الزاويه بالراديان، وانت طرح منها ايه تم ماينس 1 مثلا 60 اوميجا، دي بتطلع زوايا عاديه، بتطلع ايه؟ بتطلع الحاجه بالديجري. فانت مش هينفع تطرح حاجه بالراديان من ايه؟ من زاويه. فبتعمل ايه؟ تضرب في 180 على باي. انت هنا لما تيجي تعوض بقيم اوميجا ما تنساش تضرب في ايه؟ في 180 على باي. وانا كاتب لك هنا القانون اهو برضو، لو عندك الاوميجا تي ده كده بالراديان، انت بتضربها في ايه؟ في 180 على باي عشان تطلع ايه؟ بالديجري. تمام. هنعمل نفس الكلام، عوضنا برضو بصفر، واحد من 100، واحد من 10، 2 من 10، نفس الكلام لحد ايه؟ انفينيتي. الامبليتيود بتاعك بقى ما تكتبوش تاني، انت خلاص ايه خده من فوق، انت حسبته مره الامبليتيود ما تغيرش، وما تضيعش وقت ان انت ايه تحسبه تاني. ايه بقى اللي هيتغير معاك؟ الزاويه، عشان ال 5 اوميجا دي، نيجاتيف 5 اوميجا دي هيغير معاك الزاويه. فهتقعد تعوض بقيم اوميجا، بتعوض لحد ايه من صفر لايه لانفينيتي. هنا لو بصينا نبص على القيم اللي هي الصفر والانفينيتي عشان هما يبقى فيهم لخبطه، الصفر عادي باينه هتبقى بصفر، عند انفينيتي تبقى نيجاتيف انفينيتي ناقص 10 ماينس 1 لانفينيتي، هتطلع بكام؟ تطلع الزاويه عندك بكام بانفينيتي. تمام. انت هنا بقى جيت ايه؟ جيت تعوض ايه بالارقام اللي عندك عشان ترسم. جيت انت لو بصيت، يعني بص الواحد من 100 وواحد من 10، بص فرق الزوايا ما بينهم كم؟ يعني بص انا نطيت من كام لكام؟ من نيجاتيف 34 لكام؟ نيجاتيف 109. فلو بصيت هتلاقي انا عملت ايه؟ لا انا خدت رقم ما بينهم وعوضت بكام؟ فعوضت ما بين رقم في النص ما بينهم، عشان هنا كده الارقام ايه بعيد عن بعض، الكيرف بتاعك لما تيجي توصلهم مش هيبقى مظبوط. فانت اما تحس ان لا ده في اختلاف جامد ما بين الزوايا او الارقام، يبقى انت محتاج ايه؟ محتاج تعوض بقيم اكتر عشان تعرف ترسم ايه من شكل الكيرف يطلع معاك صح. فعوضت بقيمه ما بينهم، عوضت بخمسه من 100، طلع الزاويه معايا بكام؟ بنيجاتيف 86، يعني حاجه ايه؟ حاجه ما بينهم، يعني عشان تساعدك ان انت ايه تعرف تمشي على الكيرف مظبوط. طيب انا جيت هنا عوض، عوض بالنقط، هيبتدي بأوميجا بصفر، قعدت أعوض طلع معايا الشكل عامل إزاي؟ يعني هو ممكن ما تكونش باينة هنا قوي عشان الأرقام صغيرة، بس هي عاملة زي إيه؟ زي شكل حلزوني كده، يعني القيمة عمالة بإيه؟ يعني لو بصينا هنا مثلا، لو هي على سكيل أكبر هتلاقي إن إيه؟ الكيرف بتاعك عمال إيه بيلف تاني، عمال بيلف حوالين الزيرو لحد إيه؟ عند إنفينيتي بيوصل لكام؟ بيوصل لصفر. يبقى ده بسبب ايه؟ يعني اللي حصل ان الشكل الحلزوني ده جه بسبب ايه؟ ده جه بسبب الدري بتاعك. لو بصينا هنا في غرف المحاضره هتلاقي ان ايه؟ الاي اس نيجاتيف تاو اس دي، بص عملت لك كيف الشكل؟ خليته بقى عامل زي ايه؟ زي الشكل الحلزوني كده. طيب ده بقى ايوه، هو انا مش فاهم النقطه دي، يعني هو ليه بيفضل يلف لحد انفينيتي؟ يعني هيفضل يدور حوالين نفسه مجرد الديلي بيحصل مره واحده، ولا دي حاجه في الجرافيكال سوليوشن؟ يعني ده الجرافيك، ده تاثير التايم ديلي على ايه؟ على الزاويه بتاعتك. ما عشان كده بقى احنا بص فوق، يعني انا خدت هنا الزوايا دي فوق وحطيتها قصاد ايه؟ قصاد الزوايا الثانيه بتاعت ايه من غير التايم ديلي. لو بصينا بص مثلا ايه عند الصفر كان الزاويتين ايه زي بعض، عند الصفر كان الزاويتين زي بعض بصفر. طب بص ايه عند الواحد من 100،
نيجاتيف 31 تحت بقت نيجاتيف كام؟ 34. دي يعني الزاويه دي عندها ايه؟ ده بعد ما حطيت الدي جي جوه بخمسة سكند. ده بال 80 نيجاتيف 80 بقت كام؟ نيجاتيف 109. واحنا ماشيين لو بصينا ده الشيفت، جينا طرحت الزاويتين من بعض عشان اشوف ايه، اشوف الفرق ما بينهم، بشوف الفرق بتاع الدري بتاعك عمل ايه في ايه في الزوايا. فلو بصينا هنلاقي ان انت قرب انت عمال ايه الاوميجا بتزيد، عمال يحصل ايه في الشيفت بتاعك في الزوايا؟ قرب انت عمال تكبر في الاوميجا. بص الشيفت ما بينهم بيبقى ايه؟ الشيفت عمال ايه بيكبر معاك لحد انفينيتي. الشيفت في الزوايا ما بينهم بقى كام؟ بقى نيجاتيف انفينيتي. يعني انت التايم كونس اللي هو التايم دري ده خجاجه كل شويه الزاويه بتاعتك عماله ايه؟ عماله تتغير لحد ايه انفينيتي، برضه بتتغير بقيمه ايه؟ الفرق ما بينهم نيجاتيف انفينيتي. ده يعني هو ده اللي بايه بيبان معاك في الكيرف هنا بايه؟ بالشكل الحلزوني ده، ان القيم بتاعتك كل شويه عماله تعمل لها شيفت، عشان كده عماله ايه؟ عماله بتلف حوالين ايه؟ نقطه الصفر. طب انت وانت بترسم في مساله، يعني جات لك مساله زي دي في امتحان، انت بس محتاج تبين ان هي بت ايه؟ انها بتعمل حلزون مره واحده، انت بتبين ان هي فيها ايه؟ انها فيها حلزون. طبعا في الامتحان مش هتقعد ايه؟ مش هتقعد ترسمها كذا مره حوالين نفسك، يعني هي مره واحده بس، يعني زي هنا كده مثلا ما انا راسم، خلاص انا لفيت مره واحده وايه؟ ووصلت عند الصفر. انت بينت بس ان ايه؟ بينت تاثير التايم دري بتاعك بتاع 5 سكند ده، ان هو ايه عمل لك الشيفت ده. بعد اذنك يا باشمهندس، ايوه. طب هي الزوايا اللي تحت دي مش لو جيت ارسمها بالزوايا مش هتدي شكل حلزوني لا هتدي، بس هو هنا بس هي مش تبقى باينه عشان الارقام ايه، الارقام يعني هي مش هتبان معاك قوي غير ممكن اول ايه اول لفه بس، لكن الباقي هيبقى صعب يبان معاك ايه في الرسومات. يعني هنا حتى بص انت كورب انت عمال الاوميجا بتزيد، الارقام بتاعتك صغيره قوي، انت جاتها من 100 امبليتيود بتاعك ارقام صغيره، مش هتعرف ايه مش هتعرف ترسمها. عشان كده احنا بنقول لك ان ايه، ان انت تعمل تبين انها بتعمل ايه مره واحده بس، يعني انت تبين اهم حاجه تبين انها ايه بتعمل حلزون مره واحده بس، عشان ده اللي انت هتعرف ايه هيعرف يبان معاك يعني كامبليتيود لما تيجي ترسم بس. وطبعا يستحسن انت تمام شكرا. وبرده يستحسن ايه، يعني انت برده خد بالك قبل ما تبتدي ترسم الامبليتيود بتاعك ايه في رينج كام، يعني بص في قيم الامبليتيود بتاعك هي في رينج كام، عشان انت ايه تظبط السكيك بتاعك ايه عليها. طبعا باشمهندس، يستحسن ترسم في ورق رسم بياني او كده بيبقى موجود في الامتحان. يعني اخر خانه يا باشمهندس في الجراف، في الجدول، ايوه هنا، لا الجدول الثاني هنا الجدول الكبير، لا ايوه ده. ده اخر خانة دي ايه؟ دي انت ايه بطرح الزاوية بشوف الشيفت اللي حصل قبل ما اعمل تايم دي، يعني دي القيمة اللي بتاعت مطلوب رقم ايه اللي هو مطلوب رقم واحد، بتشوف الفرق، وده الزوايا ايه، دي الزوايا يعني اللي هو الدي ده، دي الزوايا ايه بتاعت مطلوب رقم اتنين بعد ما حصل دي بخمس سكند. اخر خانه دي شيفت ما بينهم، هي الجزء ده مش موجود في المساله، يعني الجزء ده انا حاطه بس مزوده ايه عشان تفهمه، يعني انت مش مطلوب ان انت تكتب يعني برسمها الشيفت دي برسمها على الجراف. لا 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 الشيفت دي ما بتقسمهاش، انا دي بس انت ببين لك ان ايه مع الاوميجا بتزيد بيحصل ايه في الزوايا ما بينهم، ان فرق الزوايا بيزيد ايه ما بينهم كل ما انت الاوميجا ايه بتزيد. يعني الجزء ده ايه عشان الفهم بس، لكن ده مش ايه مش حاجة في المسألة إن أنت هترسمها يعني. تمام كده؟ طيب بس بعد إذنك. أيوه اتفضل. في الرسمة في حتة حلزون صغيرة كده، دي تبان معايا إزاي وأنا بعوض؟ تطلع إزاي؟ الحتة دي هتلاقي إيه؟ ما أنت بص الزوايا، بص الزوايا هنا كام؟ أنت عندك مثلا عند 2 من 10 نيجاتيف كام؟ 142. عند نص بقت نيجاتيف 231، يعني أنت إيه؟ انت لفيت لحد ايه ما دخلت هنا تاني، لحد ما يعني وصلت للربع التالت، يعني انت لفيت ايه بقيت هنا. طيب بعدها بقت كام؟ عند واحد نيجاتيف 375، يعني انت خدت اللفه كامله ووصلت ايه الربع الاول هنا تاني،
فهتلاقي نقط ايه عماله ايه بتتبدج معاك من ايه من كذا حته، فهيبان معاك هتفهم ان ايه ان هي عماله ايه بتعمل الشكل الحلزوني ده معاك. انا قصدي هتحاسب على الدقه يعني في الحته دي، اصلا مش هتبقى دقيقه قوي ده. لا هي اكيد ايه انت اهم حاجه، بس هي طبعا مش تبقى دقيقه، بس انت تبين ان هي ايه، تبين ان حصل حلزون ايه مره واحده. تمام. عشان كده بقولك انت مش هتعرف تكتر عن ايه عن مره واحده، عشان هيبقى صعب. انت اهم حاجه تبين مره واحده، وانت ما دام الارقام اللي قبلها صح شكل الكيرف معاك هيبقى صح يعني. نخش في المسألة اللي بعدها ولا حد عنده سؤال في المسألة دي؟ أهم حاجة بس يعني النقطة اللي انتوا ايه ما تنسوهاش، اليونت بتاعتك اليونت ما تنساهاش، الزاوية تفتكر ان انت بتقيس الزاوية من الاتجاه النيجاتيف، بتعوض أول حاجة بصفر وبتنهي الجدول بإنفينيتي، وبتعوض بقيم ما بينهم، ولو حسيت ان انت محتاج قيم تانية بتعمل ايه بتزودها. بس يعني ده ايه، دي الحاجات اللي انت تبقى حاططها في دماغك وانت بترسم. وطبعا لو انت عارف الشكل هيطلع معاك ازاي، يعني برضه هنا انت ممكن تبقى عارف ان تايم ديجي بيعمل الحكاية دي، فطبعا يستحسن ان انت تبقى عارف الشكل المفروض يطلع معاك ايه ازاي، عشان يساعدك ان انت تظبط الكيرف بتاعك ايه مظبوط. تمام كده؟ عايز حركة تمام يا باشمهندس. ايوه حد بيسأل؟ وحضرتك مشاهد السكرين بتشرح منها؟ طيب هي يعني مش ظاهرة عندي، انا بقالي فترة جوه ومش ظاهرة عندي حاجة، والنت كويس يعني، اخرج وادخل تاني ولا؟ ممكن ارى ان باقي زمايلك بيقول ان هي واضحة. تمام شكرا. نخش في المسألة التانية. هنا بيقولك ايه، مديك differentiator اللي هو الاس، يعني عندك transfer function فيها differentiator اس مقسوم على ايه، على first order. بيقولك ايه عندك الجين هنا ايه بتي كي، عندك time constant بتي والجين بكي. بيقولك ان انت عندك الفيز والجين عندك بكام، بيقولك لو فاي اوميجا بخمسين، يعني لما الفاي تبقى بخمسين الأوميجا كام؟ بأربعة من عشرة كام راديان بير مينت. وبيقولك لما الـ A أوميجا الأمبليتيود بتاعك بيبقى واحد خمسة وسبعين، الأوميجا بكام؟ بتمانية إيه؟ خمسة وعشرين من ألف راديان بير مينت. هو بيقولك إيه بقى، عايز الجين، عايز الجين الكي بتاعك، وعايز إيه التايم كونستنت. يعني هو هنا مديك إيه أرقام معينة، أكنه مديك أرقام من الجدول اللي انت مثلا بترسمه، هو مديك ايه قيمتين منه، بيقول لك هات منهم ايه، هات بيهم التايم كونستانت وايه والجين كي بتاعك. طيب احنا عشان نعمل كده اول حاجه هنعمل ايه، ما دام مديك اوميجا يعني فاي اوميجا وكده، يبقى هو عايزك تشتغل في ايه، في الاوميجا دومين. فهنحول المساله دي هنحولها لايه، الاوميجا دومين. هو لو بصينا هنا انت عندك جين تي كي تي في كي، وعندك ديفرنشيتور اس مقسوم على فيرست اوردر، هتحوله ازاي للاوميجا الدومين؟ الكونستانت قلنا بينزل زي ما هو، الديفرنشيتور في الاوميجا دومين بيبقى اوميجا وبزاويه كام؟ 90. زاويه 90. طيب والفيرست اوردر احنا شرحناه كذا مره ان هو بيبقى ايه؟ بجيب الروت الروت بتاع الواحد، واحد زائد التايم كونستانت في اوميجا كل سكوير، تم ماينس 1 ايه اوميجا في التايم كونستانت ايه بتاع. طيب هنا هنجيب الامبليتيود لوحده اللي هو كي تي اوميجا، هنقسمه على ايه الامبليتيود بتاع التاني. الزوايا قلنا لما بنيجي نقسم الزوايا بيحصل فيها ايه، بنطرح، فعندك 90 ناقص ايه ناقص تم ماينس 1 اوميجا تي. تمام، نيجي بقى نعوض بالقيم اللي هو مديها لك. هو بيقول عند اوميجا ب 4 من 10 مديك الفاي بكام؟ الزاويه بتاعتك هتطلع ب 50. وبيقول لك لما الاوميجا تبقى بكده الامبليتيود بتاعك بكام؟ 51 ايه؟ 175. طب خلي بقى تبص في اليونتس بقى، احنا قلنا نهتم باليونتس. احنا لو بصينا هنا هنلاقي ان هو مديك اليونتس بتاعت الاوميجا بايه؟
بجد زياد ريكورد مينيت. طب احنا قلنا ان احنا بنشتغل عليها ايه؟ سكند. فهتعمل ايه؟ هتحولها من راديان بير مينيت هتقسمها على 60 عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى راديان ريكورد سكند. لان انا هنا ضربتها في واحد على 60 اهو عشان نشتغل بايه؟ بالسكند. طيب نيجي نعوض في ايه؟ نعوض في واحد. انت عندك الزاويه اهي 90 ناقص او ايه؟ تم ماينس 1 اوميجا تي. هو بيقول لك ان 90 ماينس 1 اوميجا تي دي بكام؟ ب 50. عندي ايه؟ عند قيمه ايه؟ عند قيمه اوميجا ب 4 من 10 ايه؟ 4 من 10 راديان بيرز ايه؟ بير مينت. فاحنا قسمناها على 60 اهو. ان انت قسمتها على 60 بقى عندك 90 ناقص 10 ماينس 1 يبقى 4 من 10 على 60 في التي بتساوي كام؟ بتساوي 50. لان انا عوضت بالقيم اللي مديها لي في ايه؟ في الزاويه هنا. عوضت عن قيمه الاوميجا اللي هو مديها لي وعوضت عن الزاويه بايه؟ ب 50. طيب هنا 50 هتروح الناحيه الثانيه بقى عندك ايه؟ ان تان ماينس 1 4 من 10 على 60 في التايم كونستانت بيساوي كام؟ 40. سهله لو خدت تان ايه؟ تان للجنبين يعني تان 40 هتقسمها على الكونستانت ده هيديك ايه؟ هيديك التي بتاعتك. هيديك ايه؟ التايم بتاعك. وما تنساش تكتب الوحده ان هو هنا بايه؟ بالثانيه. طب افرض انت نسيت، افرض انت نسيت تعوض ايه؟ ما خدتش بالك من يونت انها راديان بير مينت وما نسيت تقسم على 60، يبقى التايم اللي هيطلع معاك هنا ده كان هيطلع معاك هنا بايه؟ لو انت نسيت وما قسمتش على 60 هيحصل ايه هنا معاك؟ كان بس مش هيحصل حاجه، مش هيحصل حاجه في المساله يعني، ما كانش هيبقى غلط، بس كنت لازم توضح ان هو هيبقى بايه؟ بير مينت. يعني انت لو نسيت مثلا ومش عايز تعيد الخطوات تاني لان هي عوض بس عنه بايه؟ بير مينت. بس احنا بنشتغل ايه؟ بالسكند. يعني حتى لو انت نسيت وجبته بير مينت حوله ايه؟ حوله في الاخر بالسكند. يعني احنا بنشتغل بايه؟ باليونتس اللي هي الاساسيه بتاعتنا. تمام. انت من ايه؟ عرفت من الزاويه تجيب بيها ايه؟ جبت بيها التايم كونستانت. طيب هو مديك ايه؟ حاجه كمان بيقول لك ان الاوميجا، عند الاوميجا دي الامبليتيود بتاعك بكام؟ ب 1.75. طيب هنعوض في الامبليتيود بتاعنا اللي احنا جبناه اللي هو كي اوميجا تي على الجذر ده، هنعوض عنه بكام اوميجا؟ وخلاص انت جبت التايم كونستنت بقى، التايم كونستنت ده ثابت تعرف تعوض بيه هنا ايه؟ تعرف تعوض بيه عادي. طيب انت معاك الكي، انت عايز تجيب الكي، معاك الاوميجا عند الكيس دي قسمتها برضه على 60، التايم كونستانت احنا خلاص جبناه، يعني التي هنا احنا خلاص جبناها من اول مطروح، وتحت برضو ايه كل حاجه معانا، معاك الاوميجا معاك التي، تقدر تجيب من هنا ايه؟ تعرف تجيب من هنا ايه؟ الكي بتاعتك. تمام كده واضحه؟ تمام يا باشمهندس. طيب افرض هنا في المساله هو هنا ما قالكش عايز يرسم، بس افرض قالك عايز ترسمها، نفرض هنا في المسألة طلب منك إن أنت ترسمها، خلينا برضه نبص عليها في المحاضرة. أهي يعني مثلا ده الشكل بتاعها لو أنت ضارب في إيه؟ في الديفرنشيتور فوق. لو أنت ضارب في الديفرنشيتور فوق إس أهو ومقسومة على فيرست أوردر، ده الشكل بتاعها برضه بيطلع إيه؟ بيطلع برضه يعتبر نص دايرة بس متشقلبة. النص دايرة محصولها شيفت. أنا لو بصيت هنا كان إيه؟ كان النص دايرة تحت، لكن هنا عشان في شيفت بتسعين، ده الشيفت بتسعين اللي هو جاي من الديفرنشيتور للإس خلالك للإيه؟ الهاف سيركل اللي يبقى فوق. بس هو هنا طب مش طارق في المسألة إن أنت ترسمها، بس أنا إيه؟ حبيت أوضحها عشان ممكن مثلا بعد ما يجيب بيقول لك إيه هات التي والكي وبعدها يقول لك ايه ارسمها مثلا. فبرضه ايه زي ما انا قلت لك حاول تعرف الاشكال تبقى فاهم الشكل هيطلع معاك ايه ازاي عشان ما تجيش في الامتحان ايه الارقام معاك ما تبقاش مظبوطه في نقطه. طبعا انت عارفين ايه مع المنقله مع ايه مع السكيل الكيرف ممكن ما يطلعش ايه الدايره ما تطلعش مظبوطه. فانت لو عارف انها طبعا دايره هتبقى احسن، انت معاك مثلا ايه معاك بردر او حاجه هت ايه هتظبطها على طول، يعني مش هتضيع وقت في ايه في حته الجسمه دي.
باشمهندس معلش، هو ايه الديفرنشيتور ده؟ اس يعني المفروض ابقى حافظ ان الديفرنشيتور دي بضرب في اس والانتجريتور ليها شكل واحد على اس والتايم ديلي والكلام ده، ابقى حافظ الاسماء تبقى فاهم، ولا هو بيتهيألي جيفن المعادله نفسها على طول، او ممكن يديك جيفن بس ممكن مثلا مساله تكون مدهجك عادي بعدين يقول لك انا زودت مثلا ديفرنشيتور ايرمنت، زودت انتجريشن ايرمنت، فانت لازم تبقى عارف ان ده اس ده واحد على اس. تمام، مثلا مساله رقم واحد ما جه قالك تايم دري بخمس سكند وما ما قالكش ان هو بيبقى ايه التايم دري ده، بيبقى شكله عامل ازاي. تمام، ممكن يا باشمهندس تفكرنا بالاسماء دي بسرعه، يعني الديفرنشيتور عباره عن ايه والكريتور وكده؟ هي مش كتير، انت عندك الجين الكي، هي الجين يعني رقم كونستنت، عندك التايم كونستنت مثلا هو التي، قلنا عندك الاس هي الديفرنشيتور واحد على اس هي الانتجريتور، عندك قلنا التايم دي جاي تبقى اي اس ماينس نيجاتيف تاو في اس، يعني هي حاجات مش كتير يعني ما تصعبش الموضوع على نفسك، انت لو بصيت في السلايدز هتلاقي ايه الحاجات دي معظمها موجوده، يعني هي مش موضوع مستعجل ان انت تحفظه، انت كده كده مع تكرار المسائل هتلاقي ان انت ايه خلاص اتعودت على الحاجات دي. يعني طب خلينا نشوف تالت مسألة، هنا برضو مديك ترانسفير فانكشن، بيديك ترانسفير فانكشن بالشكل ده وبيقول لك ارسمها تلات مرات وبيغير في قيم ايه، كل مرة بيغير في القيم بتاعت ايه التايم كونستانت بتاعك، يعني هما اتنين فيرست اوردر مقسومين على بعض وكل شوية بيغير في ايه في القيم بتاعت التايم كونستانت. هنشتغل على أول واحدة، بيقولك ان فيها التي واحد بعشرة عشرة سكند والتي اتنين بكام بخمسة سكند. خلاص بقى احنا حفظنا بقى، طبعا محدش ينسى ايه حتة الخطوة دي انا كنت عملتها على طول، بس انت ايه في الامتحان يعني ايه وضحها، يعني انت وضح هنا اعملها ايه كل يعني بسط لوحده ومقام لوحده في حتة الزوايا والامبليتيود والزاوية، يعني فوق مثلا الامبليتيود يبقى الجذر واحد زائد عشرة اوميجا كل سكوير، والزاوية بتاعتك بكام 10 ماينس 1 10 اوميجا، وتحت نفس الكلام بس ايه تبقى 5 اوميجا بدل 10 اوميجا، يعني ايه ما تعديش الخطوة دي، قسم كل حاجة لوحدها امبليتيود وزاوية بعد كده بقى قسمهم على بعض براحتك، يعني انا هنا بعدها قسمتهم اهو، قسمت الامبليتيود لوحده والزوايا قلنا بنعمل ايه بنطرحها من بعض، 10 ماينس 1 10 اوميجا هتطرحها من كام؟ من 10 ماينس 1 5 اوميجا. نفس الكلام بقى قلنا معاه هنرسم جدول اوميجا وحطينا برضه ما تنسوش اليونتس، قلنا حطيت في اليونتس بتاعتك ابتديت بالصفر لحد ايه؟ لحد انفينيتي، وبرضه بنعوض برضه قلنا بواحد من 1000 واحد من 100 واحد من 10 يعني بايه؟ بنحط قيم معانا كده. وبرضه كل ما انت محتاج لو انت حسيت ان انت محتاج قيم اكتر بتعوض ايه بتزود قيم تانية في الجدول. طبعا ده اوميجا بصفر باين هنا الامبليتيود هيترجع بكام بواحد والزاويه بكام تبقى 10 ماينس 1 صفر وهنا صفر يبقى الزاويه بتاعتك بايه بصفر. طبعا عند انفينيتي الامبليتيود هيترجع بكام، لو هنا انفينيتي على انفينيتي قلنا ممكن ايه بنقسم فوق وتحت على اوميجا، انت عارفين بقى الحته دي خلاص عرفناها لما تطلع انفينيتي على انفينيتي بتظبطها هتلاقي طلعت الامبليتيود بتاعك بكام باتنين، اللي هو هيطلع في الاخر 10 على 5 يعني هما اللي هيتبقوا معاك، فالامبليتيود بتاعك عند انفينيتي بكام باتنين. طب والزاويه تبقى هنا 10 ماينس 1 انفينيتي ب 90 ناقص برضه 10 ماينس 1 5 اوميجا دي جايه تطلع ب 90، فالزاوية بتاعتك عند الانفينيتي بكام؟ بصفر. تمام، هنا برضو ايه انا لو خدت بالك هتلاقي الارقام بتاعتك صغيرة، فانا كبرت هنا السكيل شوية، يعني ممكن عملت الامبليتيود بواحد عملته كل 4 سنتي مثلا وعوضت معايا بالزوايا، بس خلي بالك هنا الزوايا طالعة معاك ايه بوزيتيف، قلنا ان الزوايا النيجاتيف بنقيسها ايه كلوك وايز. طب
الزاوية طلعت معاك بالبوزيتيف، لا قيسها عادي بقى زي ما انت بتقيس عادي. هتقيسها ايه؟ هتقيسها من هنا، هتقيسها بالعكس من هنا عادي، ايه عكس عقارب الساعة زي ما انت بتقيس عادي، ايه زي اي زاوية بوزيتيف يعني هتبقى في الربع الاول. يعني التلاتة دي هتقف هنا عند الصفر وتقيس ايه؟ تقيس الزوايا. عوضت بالزوايا والامبليتيود عند كل اوميجا، طلع ان هي ايه؟ برضو طلعت ان هي نص دايرة بادئة من هنا، بادئة من الواحد اللي هو عند الصفر، وماشية معاك ازاي؟ ماشية معاك لحد الامبليتيود اتنين ايه؟ عند الزاوية بكام؟ بصفر برضو. انت لما تيجي تعوض هتلاقي ان هي طلعت معاك بايه؟ بالشكل ده. انت ممكن هنا بص مثلا لما جيت عوضت هنا بصفر وعوضت هنا بقيمه اللي بعدها، بص في فرق كبير ما بينهم. طب انت ما بتعرفش الخط ده، الخط ده انت ممكن تمشيه كده ممكن تمشيه كده، عشان كده بقولك ايه، لو حسيت ان الفرق ما بينهم كبر تعوض بنقطة كمان ايه ما بينهم، عشان ايه؟ عشان تجيب نقطة هنا مثلا ما بينهم. فاهمين قصدي؟ يعني انت ايه ما تحس ان الشكل بعيد عن بعض وانت مش عارف النقط هتمشي ازاي، او مثلا شكل مثلا مش ستاندرد انت مش عارف الكيرف بتاعه هيطلع عامل ازاي، فبتعوض بنقط ايه؟ بتعوض بقيم الاوميجا بين النقطتين دول، عشان ايه؟ عشان تسهل على نفسك ايه حتة الرسومات دي. بس هو انا ممكن في الاول خالص ان انا اجيب اللي هو عند الزاويه صفر والناحيه عند انفينيتي لما تكون الزاويه صفر برضو، واقوم راسم نص دايره بالبرجل وخلاص، ما اجيبش القيم اللي في النص. يعني ما يستحش ما يعني بلاش، لان انت ممكن ما انت ايش عرفك انها تطلع؟ ماشي، في حاجات انت عارف ان هي تطلع نص دايره، بس انت لازم تعوض بقيم. يعني يستحسن انت دي حاجه ليك انت ان انت ترسمها على طول، لكن لازم تبين في الجدول ان انت ايه، ان انت عوضت بكم قيمه. يعني دي حاجه ايه، حاجه ليك انت عشان لما تيجي ترسم، اصل مش كل حاجه هتبقى ستاندرد، يعني مش لازم في الامتحان هتيجي حاجه ستاندرد، بس انت ايه تبقى فاهم الشكل عامل ازاي. انت اه برضو كلامك صح ان انت عند قيمه صفر وانفينيتي انت لازم تبقى عارف هما هيطلعوا ايه. يعني انت لو انت الصفر والانفينيتي دول غلطت فيهم، المساله هتطلع كلها معاك بايظه، ان الارقام اللي في النص انت بتعوض بارقام عادي، لكن عند صفر وانفينيتي دول هما اللي ساعات بيطلعوا ايه، ساعات يطلعوا زاويه بصفر، ساعات يطلعوا زاويه بانفينيتي. انت اهم حاجه برضو القيم اللي جايه عند صفر وانفينيتي دي فعلا تكون ايه، تكون عارف هتطلع معاك ازاي. حتى لو انت حتى بصيت في المحاضره هتلاقي دايما الدكتور ايه حطيت لك الصفر والانفينيتي عشان تبقى عارف ايه هما هيبقوا معاك ازاي. طيب تمام. هنبص التاني مطلوب ايه عكس بقى، اجاك التي 1 هي اللي بخمسة سكند والتي 2 بكام؟ هي اللي بعشرة، يعني عكس التايم كونستنت ما بين ايه؟ ما بين واحد واتنين. طيب هنعمل نفس الخطوات، عوضنا هنا برضه قلت لك برضه وضح ايه حتة الامبليتيود والزاوية، هي المطلوب اللي فات بس ايه؟ بتعكس الخمسة اوميجا وايه؟ والعشرة اوميجا. طيب دي بقى الكيس، دي الكيس دي موجوده ايه؟ موجوده في السلايدز، حاجه برضو انت ممكن تبقى عارفها. لو بصينا هي اتنين فيرست اوردر مقسومين على بعض، بس هنا بص بقى بيقول لك ايه؟ ايه اكبر من واحد، يعني التايم كونستنت بتاع المقام اكبر من ايه؟ اكبر من ايه هنا معايا؟ اكبر من البسط. واخدين بالكم من الحته دي؟ يعني لو بصينا هنا انت التايم كونستانت فوق بخمسة وتحت كام؟ بعشرة، يعني اكنها كام؟ اكنها اتنين في خمسة، يعني اكن هنا في الكيس دي ايه بتاعتك بكام؟ باتنين في المسألة. واضحة؟ اه تمام يا باشمهندس. فهنا بص الشكل ده برضه انت ممكن تعرفه اهو، بيقول لك عند ايه؟ عند الاوميجا بصفر الامبليتيود بيبقى بكام؟ امبليتيود بواحد، ده لو مفيش جين يعني انت ضارب فيه. وعندك انفينيتي الامبليتيود بيجي بكام؟ بواحد على ايه. طب ما تيجي نبص كده، انت لو عوضت الحاجات دي انت بتساعدك عشان ايه؟ يعني عشان ما تتلخبطش، لكن انت لو انت بتعرف تعوض انت مش تحتاج تحفظ حاجه، يعني انت لو انت فاهم بتعوض ازاي انت مش تحتاج تحفظ حاجه. هو عند صفر عادي لو عوضت هنا الامبليتيود بتاعك بواحد، الزاويه بصفر.
عندك انفينيتي طلع فعلا معاك ايه، طلع الامبليتيود بتاعك ايه فعلا نص اهو، هو واحد على الاي اللي هي باتنين. انت كده فعلا لو انت عارف ان هنا ايه ان الكيس دي هي يبقى انت ممكن تبقى تتاكد ان انت ايه ان انت شغال صح. انت الحاجات دي بتبين لك ان انت ما تلخبطتش هنا في حاجه في الامبليتيود، ما عملتش حاجه غلط في الزاويه. عشان كده برضو الحاجات دي بتساعدك ان انت تكون عارف هي تطلع ازاي، عشان تبقى عارف ان انت ايه نتشك معاك في المساله عارف ان انت ماشي صح. لو عوضت هنا بانفينيتي وقسمت على اوميجا مثلا فوق وتحت هيطلع 5 على ايه 5 على 10 اللي هي بنص. طيب احنا ممكن كنا من الاول اهي فعلا ايه عرفنا ان ايه هاف سيركل اهو بادئ من الاوميجا بصفر عند امبليتيوب واحد، والاوميجا ماشيه معاك كده ايه لحد كام، لحد النص دي عند كام، اوميجا بكام بانفينيتي. يبقى لو بصينا هنا ايه اهي واحد على ايه عند اوميجا بانفينيتي، وامبليتيوب واحد عند اوميجا بكام، اوميجا بصفر. يبقى انت كده ايه اتاكدت ان هي طالعه معاك صح زي ما انت ايه زي ما انت متوقعها يعني. طيب معلش يا باشمهندس عندي سؤال بس. ايوه اتفضل. هو احنا بنعرف احنا عرفنا منين ان ده نص داير؟ عرفت منين؟ انا بقولك انت لو عوضت، انت بتعوض، انت لو انت مش عارف انها نص دايره انت هتقعد تعوض بكذا نقطه. ماشي يعني لازم اتاكد ان الراديوس هو ثابت، ما ممكن يبقى بيبدا في النقطه دي يبدا في النقطه دي وفي النص كيرف اي شكل، يعني ممكن ينزل شويه لا ويطلع عشان كده انت لو عوضت بكذا نقطه هتلاقي ان وجيت توصلهم ببعض هتلاقيهم طلعوا معاك ايه هتلاقيهم ماشيين فعلا معاك ان جه ايه في راديوس ثابت. طيب عشان كده برضه يستحسن ان انت تبقى ايه تبقى عارف الشكل ده هيطلع معاك يعني ازاي. جت من الرسم مش اثبات ماس يعني. لا انت يعني انت ايه هو خلاص هما بقت ايه حاجه محفوظه، عشان خلاص هما ما بيعوضوا لقوا ان الشكل بتاعهم بيطلع ايه بيطلع بالمنظر ده بقى فعاملينها انها ايه كيس ثابته معاك يعني. لكن انت بتعوض عادي هيطلع معاك نفس الكلام، بس ايه طبعا حته ايه زي ما قلت لك حته الايه النص دايره دي ايه يستحسن تكون عارفها عشان حته النقط دي ايه تبقى ظابطه معاك يعني. تمام يا باشمهندس. اخر مطلوب بنقيس الزاويه منين بالظبط عشان مش فاهم. ماشي بنقيس الزاويه من الصفر، من الصفر هنا بتاعك يعني مثلا خلينا ناخد مثلا اي ايه اي نقطه فيهم، بس خلينا ناخد ايه نقطة فيها زاوية يعني مثلا هنا عند الأوميجا بإيه بواحد من عشرة. قالت لك الأمبليتيود بكام؟ قالت الأمبليتيود بتمانية من عشرة والزاوية بكام؟ بنيجاتيف 18 و4. هتقف هنا عند الصفر هنا هتقيس زاوية بكام؟ بنيجاتيف 18 و4. قلنا النيجاتيف بنقيسه إيه؟ بنقيسه مع اتجاه الساعة، يعني هتقف من هنا تقيس زاوية هنا بكام؟ لكن مثلا الزاويه دي بكام؟ هي دي ال 18 بتاعتك، يعني هي دي النيجاتيف 18 بتاعتك هي ايه؟ هي الزاويه دي. تمام كده؟ الامبليتيود احنا جايبينه هنا بكام؟ ب 8 من 10. بس هنا انا السكيل لو انت واخد بالك السكيل هنا انا عامله ايه؟ كبير. ف 8 من 10 دي بعد ما تضربها في السكيل مثلا يعني طلعت ايه النقطه دي؟ خلاص يبقى انت كده جبت النقطه بتاعتك، مشيت الامبليتيود مشيت الديستانس بتاعت الامبليتيود على الخط ايه على الخط بتاع الزاويه دي جبت النقطه بس، وهكذا. انت بقى بتقعد تجيب كذا نقطه، يعني جبت نقطه هنا جبت نقطه هنا جبت نقطه هنا وبت ايه بعدها بتوصل الكيرف ببعض. يعني انت الزاويه بتقيسها من الصفر، الزاويه بتقيسها من الصفر وايه ولو بالنيجاتيف يبقى عكس اتجاه الساعه مع الساعة بتاعتك، والامبليتيود قلنا بايه بتمشي بالديستانس بتاعتك مع السكيل بتاعك على الخط ايه بتاع الزاوية ده بيجيب لك النقطة بتاعتك. واضحة كده؟
واضح يا باشمهندس كان بيسأل. اه تمام باشمهندس. أيوة. يعني انا كده بوقع على الطول المايل ده، ما بوقعش على الافق، يعني لو 8 من 10 دي يبقى على الطول المايل مش على الافق برضه. على خط الزاويه. انت هنا كنت بتعوض عن الافق عشان الزاويه بكام؟ الزاويه بصفر. يعني انت هنا طب الزاويه ما هو كده بصفر. هيبقى ايه علاقته بالافق؟ ايه علاقته بالافق كده؟ يعني ليه بيسكيل الافق؟ ما انا بقعد 8 من 10 على المايل. لا انت ما بتعوضش انت باشمهندس، هو انت لما بتيجي ترسم اي حاجه انت السكيل بتاعك بيبقى ايه الاساس بتاعك؟ الاكس والواي. الاكس تمام. بتاعك ده هو ده السكيل اللي انت هتمشي بيه على باقي المساله. ما انت مش هتمشي عمايك بس باني سكيل، بالسكيل اللي انت حاطه، اللي انت حاطه في الافق. يعني انا بوقع الطول ده مثلا اللي هو نص ده واجي اوقعه على المايل. مش حكايه على المايل، على حسب الزاويه بتاعتك بكام. انت لو الزاويه بصفر هتبقى هنا افق عادي، يعني هنا مثلا واحد وصفر، عوضت هنا ايه واحد وصفر هتبقى عندك افق عادي، مش هتمشي اي زاويه. انت على حسب الزاويه بتاعتك بتوقع عليها، يعني على تبقى ماشي بالزاويه. تمام. انا مش فاهم يعني مش على المايل دي، مش يعني مثلا 8 من 10 عندي جت اهي اشد منها خط افقي كده. صوتك واطي يا باشمهندس، صوت واطي. بقول لحضرتك يعني مثلا اجيب 8 من 10 واوقعها على الخط اللي هو 8 ال 18 زاويه ده، و دي النقطه بالنسبه لي. تمام شكرا. بس انت مش لازم بقى ايه، يعني ما تقعدش، بس عشان ما تقعدش تجخفن نفسك، يعني اعمل الخط ايه، خط الزاويه ده تبقى تعمله خط خفيف كده عشان تعرف تمسحه بعدها. يعني ما ترسموش بس الخط جامد بقى، تلاقي ايه كل زاويه انت عامل لها خطوط خطوط. اعمله مثلا خط خفيف كده واكتب فوقيه ايه، اكتب فوقيه الاوميجا مثلا بتاعته، يعني فاهم قصدي، عشان توضح لنفسك ده عند انهي زاويه. بس تقعدش بقى ترسم خطوط 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 وايه، وشكل المساله يبقى بايظ منك. يعني الخطوط بتاعت الزوايا دي انت دي حاجه بتاعتك انت بس عشان توضح عليها، فما تبقاش ايه ترسم ما تيجي ترسم او تحل المساله تقعدش بقى تعمل خطوط بتاعت الزوايا. عشان كده مثلا الدكتور ممكن ما يفهمش الخطوط دي بتاعت الزوايا ولا دي خطوط تبع الكيرف بتاعك. فالخطوط بتاعت الزوايا دي حاجه بتاعتك انت ايه عشان ترسم صح. بس اخر بقى مطلوب هنا بيقول لك التي واحد بتساوي التي اتنين ب10، يعني هنا لو عوضت الجي في اس هتبقى بكام. دي حاجه يعني ايه مطلوب سهل كده، بيقول لك ان الجي في اس هتبقى بكام، بواحد. تي 1 بتساوي تي 2 تقسمهم على بعض يبقى ايه جي في اس بواحد، في الاوميجا دومين هتبقى واحد وزاويه صفر، يعني هي تعتبر نقطه. ان هي تعتبر ان انت بت ايه ترسم نقطه يعني عند واحد. بس هو هنا بس هي كان بيوضح لك الاختلاف ايه، ان انت بتغير التايم كونستانت فوق وتحت بيحصل ايه. يعني لو بصينا هنا اما التايم كونستانت فوق كان اكبر من تحت، كان نص دايرة لفوق ومبتدية ايه، مبتدية من هنا. طب لا ده، طب التايم كونستانت تحت اكبر، نص دايرة ماشية ايه العكس من تحت، يعني وهكذا. يعني هو هنا بس بيوضح لك الاختلاف ايه في حتة التايم كونستانت دي. هنا بقى نشوف اخر مسألة. بيقولك برضو ارسم البرج بجد بتاعك الدياجرام في سيستم متكون من ايه، من 3 فيرست اوردر كونكتد ان ايه، ان سيريس. حد فاكر يعني ايه عندي كذا جي اوف اس كونكتد ان سيريس بتعمل فيهم ايه؟ تضربهم في بعض. بالظبط كده، تضربهم في بعض. فانت عندك الجي اوف اس بقى التوتال بتاعتك اللي انت عايز ترسمها هي ايه، هي الجي 1 في الجي 2 في الجي 3. بس بعديها بيقول لك ايه، هات السيستم ريسبونس لو الانبوت بتاعك ايه هو الاكس اوف تي اللي هي الساين ويف دي. ده بقى مطلوب تاني، بيقول لك عايز الريسبونس بتاعك، يعني ايه السيستم ريسبونس؟ يعني الواي اوف تي. سيستم ريسبونس يعني عايز ايه الواي اوف تي بتاعتك، اما الانبوت بتاعك يبقى ايه ساين ويف بايه بالشكل ده. خلينا بس نشتغل على اول حاجه اللي هو بيقول لك ترسم. تمام، انت عندك ايه الجي اوف اس قلنا هتبقى جي 1 في جي 2 في جي 3، تطلع ايه، تطلع بالمنظر ده 24
هو بعد ما ضربت كونستنت في بعض حاجه ايه، حاجه تلات حاجات دول مضروبين في بعض، تلاتة فيرست اوردر مضروبين في بعض. طيب ال 24 قلنا هنعملها امبليتيود وزاويه، 24 ايه والزاويه بصفر. كل ترم من تحت برضه هنعمله ايه اللي هو الجذر ده والزاويه بتاعته، ترى عندي ترى ايه تلاته مضروبين في بعض، هيطلع إيه معاك في الاخر ايه، هيطلع إيه معاك في الاخر بالشكل ده. الامبليتيود اللي هو 24 هتقسمه على التلاته امبليتيود اللي تحت، والزوايا ايه الزاويه قلنا فوق بصفر، هتطرحها من ايه من تم ماينس 1 بتاعت ايه بتاع كل فيرست اوردر منه. تمام كده؟ حد مش فاهم ازاي بنجيب حكايه الاوميجا دومين دي؟ عشان ده اساس، يعني انت لو مش عارف تعمل دي انت كده مش هتعرف تكمل المساله. انت الاساس ان انت تكون ايه عارف حته الاوميجا جي دي، ان انت ازاي بتتحول من الاس دومين للاوميجا دومين. تمام، هنا برضو ايه انا عوض نفس الكلام. ايوه معلش سؤال متاخر قوي، يعني هو انا دلوقتي انا بلجا للاوميجا دومين ده امتى يعني، او امتى امشي الاس دومين يعني الكلام ده بقى في المحاضره، يعني هو انت على حسب المساله. يعني هنا بيقول لك البرجر بجد ده يعني الحته دي بتترسم في الاوميجا دومين، عشان كده انت بتحول الاوميجا دومين. لكن احنا ليه بقى بنستخدم الاوميجا دومين والحاجات دي، ده مش ايه مش الموضوع بتاعنا يعني. بس انت على حسب المساله انت فاهم، وبيقول لك ترسم ارسم ايه البرجر بجد ده بترسمه في ايه، انت عارف ان ده في الاوميجا دومين، بس عشان كده انت بتحول الاوميجا دومين. تمام تمام يعني انت ايه اللي خلاك تفكر ان انت هتشتغل، يعني انت لو بتسالني ان انت جيت تفكر ان انت تروح للاوميجا دومين، عشان هو بيقول لك ارسم ايه ارسم البروجكت ده اللي هو بيترسم في الاوميجا دومين. بس يعني عادة لو ما قاليش ارسم اشتغل على الاس او على حسب المطلوب يا باشمهندس، على حسب هو عايز ايه يعني فاهم، هيبقى باين كل مساله هو عايز ايه. يعني هنا باين جدا بيقول لك ارسم، فانت هتشتغل اوميجا دومين، مديك هنا اكس اوف تي انبوت في ايه ساين ويف، برضو ما يديك انبوت ساين، لان يعني الاوميجا دومين ده جاي من ايه، جاي من حته الساين دي. يعني هو اساس الاوميجا دومين جاي من حته ان انت عندك ايه انبوت ايه ساين ويف، فبرضه لو اداك انبوت ساين ويف برضه تفهم ان انت ايه ان انت هتشتغل المساله دي في الاوميجا دومين، وهيبان يعني هيبان حته الاكس اوف تي دي قدام ايه ان انت جاي هتستخدم فيها الاوميجا دومين. تمام يا باشمهندس شكرا. طيب هنعوض هنا بقى، برضه قلنا هنعوض بصفر، واحد من 100 بعديها واحد من 10 ومشيت. هو خدت بالك انا هنا ايه لقيت ان الزوايا بص نطت من نيجاتيف ايه 53 لنيجاتيف 92، فحسيت ان انا هنا محتاج ايه محتاج اعوض بكام اوميجا ايه كمان وسطيهم، فعوضت عن ايه عن 2 اوميجا كمان ايه ما بينهم. يعني عوضت هنا عن اوميجا بايه ب 15 من 100، وبعدها عوضت عن اوميجا ما بين الاتنين من 10 والنص دي بكام ب 3 من 10. بس يستحسن يعني ايه عشان برضه تبقى واضحه الانفينيتي دي خليها ايه اخر خان، ان انا هنا بس عشان بعد ما حكيت المساله ايه حسيت ان انا محتاج ايه محتاج ارسم نقط كمان. بس انت لما تيجي تحل في الامتحان لو هتزود حاجه ماشي زودها، بس الانفينيتي تبقى باينه ان هي ايه انها اخر قيمه عندك، عشان يعني ايه لما الدكتور بيجي يبص مثلا على المساله هو اهم حاجه هتبقى الصفر، اهم قيمه هتبقى عند الصفر وعند الانفينيتي، فدول دايما خليهم ايه يبقوا باينين ان هم اول حاجه وايه واخر حاجه عندك. هنا بقى جينا عوضنا، وجيت هنا عوضت ابتديت عندك امبليتيود ب 24، طبعا السكيل هنا عشان ايه بص الامبليتيود هنا كبير قوي اربعه يعني بدأ 24، فانا خليت ايه ان كل سنتي بكام ب2 امبليتيود، عشان ايه عشان يبقى شكل المساله ظابط معاك يعني. بس عوضنا بقى بكذا حاجه عند 24 وصفر،
عند برضه يعتبر 24 ونيجاتيف 6 في النقطه دي. قعدت بقى ايه، قعدت تعوض بكذا نقطه. انت بقى لو خدت بالك بص، يعني النقطه دي انا كنت راسم في الاول النقطه دي والنقطه دي، ما كنتش جايب النقطه اللي وسطهم دي. فلو انت جيت ترسم انت ممكن تمشي كده، ممكن تاني ايه، ممكن تمشي بالكيرف ايه كده. فبرضه النقطه دي ايه، كل ما انت تكتر في النقط ما بين ايه، ما بين كذا اوميجا واوميجا، تبقى فاهم ايه انت ماشي ازاي، تبقى فاهم الصح بتاعك ايه، الصح بتاعك ازاي. فده يعني ايه، يعني ده ايه، ده بيبين معاك انت امتى محتاج تزود نقطه تانية لو حسيت ان ايه النقط بعيده عن بعض. وبرضه ما تنساش هنا تبين اتجاه الاوميجا، تبين اتجاه الاوميجا فين، وان دي تكتب برضه ان دي القيمه عند الصفر ودي القيمه عند ايه، عند الانفينيتي. ايه عند الصفر ب 24، يعني تكتب هنا ان دي اوميجا بصفر ودي اوميجا بكام، دي اوميجا بانفينيتي. وبين ايه ان انت برضه اتجاه الكيرف ماشي ازاي، ما تنسوش الحته دي. وبرضه ايه قلنا يونتس كمان، محدش ينسى يكتب ايه اليونتس بتاعتنا عشان ما تنقص ايه، ما تنقص ايه درجات على حاجه ايه، على حاجه تافهه يعني ايه معروفه. بس جينا عوضنا لقينا الزوايا عماله تمشي ازاي. انت لو خدت بالك الزوايا ايه، من نيجاتيف ايه عدت النيجاتيف 180، ان الزوايا جت عند قيمه هي عدت ايه، عدت النيجاتيف 180 بس وقفت عند كام. بص بقى وقفت عند كام، وقفت عند نيجاتيف 270، اللي هو عشان هنا عند لو انت عوضت عن الاوميجا بانفينيتي فهنا الزاويه تبقى ب 90 وهنا ب 90 وهنا ب 90 والثلاثه بالنيجاتيف، هتبقى بكام؟ من نيجاتيف 270. يبقى انت عارف ان انت هتقف ايه، انت هتقف ايه هنا في الربع التالت، هتقف هنا. فانت لو بصيت هتلاقي الزوايا عماله تعدي ايه، نيجاتيف 180 اهي، نيجاتيف 100 ويعتبر نيجاتيف 200، نيجاتيف 230، عماله ايه بتزيد معاك بس وقفت كام؟ عند نيجاتيف 170. يبقى انت فاهم ان الكيرف هيمشي معاك وهيجي يقف فين؟ هيمشي معاك ويقف ايه؟ هنا كده. يبقى انت برضو ايه حتة ان النهاية بتاعتك بين لك الشكل ايه؟ الشكل بتاعك هيقف فين يعني. عكس مثلا حتة الحلزونة دي انت عندك كان بانفينيتي، عندك الزاوية، لا دي هنا الزاوية بقى ايه عمالة تتغير ما بتقفش، عشان كده انت عرفت انها حلزون، لان ده النيجاتيف عمالة تعدي اهي، النيجاتيف 360 وبرده ماشية، عدت وماشية لحد انفينيتي. فانت عارف ان الزاوية ايه الكيرف بتاعك هيقعد ايه يلف حوالين نفسه كده لحد انفينيتي مش هيقف. لكن هنا هنا ايه وقفت عند نيجاتيف 270، فانت فاهم ايه ان هو هيجي هنا وايه ويقف يعني. بس قلنا بقى الزوايا برضه عشان تبقى عارف الزوايا، انت قلنا بتقيس من نيجاتيف، لو حاجه عدت معاك 90 يبقى انت دخلت هنا، حاجه عدت 180 نيجاتيف 180 يعني يبقى انت هنا، حاجه بقى دخلت في اكتر من نيجاتيف 270 يبقى انت رجعت ايه، رجعت هنا تاني، وهكذا يعني. طب انت مثلا نيجاتيف 230 دي هترسمها ازاي؟ اجمع عليها 180، تجمع عليها 180 وترسمها من هنا، تجمع عليها 180 وترسم الزاوية ايه من هنا كده اللي هيتبقى معاك، هترسمه كده، دي الزاوية بتاعتك. فاهمين قصدي ولا ما حد مش واضحة؟ انت لو الزاوية عندك عدت 180، نيجاتيف 180 يعني هتجمع عليها 180 اللي هم دول، هيطلع لك رقم مثلا 50 مش عارف ايه اللي هيتبقى. يبقى هو ده ايه، ده التكمله بتاعتك اللي انت هتمشيها كده. مفهومه واضحه دي؟ لو حاجه عدت النيجاتيف 180 او كده هترسمها ازاي؟ اه تمام يا باشمهندس. هو كلام واضح يعني، ده حاجات ايه رسم بياني، حاجات عدت عليكم كتير، بس ايه انا بس بقرر حاجات اللي انت ممكن تلخبطك وانت بترسم يعني، عشان لما تيجي ترسم ما ايه ما تبقاش اول مره يعني، لازم برضه تعود ايدك عليهم عشان ما تجيش في الامتحان تلاقي نفسك مش عارف تظبط السكيل، مش عارف تظبط حاجه. وهي مش وهي مساله سهله يعني، مش محتاج ان انت ايه ان انت تبقى دايخ فيها. بس
انت كده خلصت اول مطلوب اللي هو كان بيقول لك اجسامهم. تاني مطلوب بيقول لك ايه؟ هات السيستم ريسبونس اللي هو الواي اوف تي لما يكون ايه عندك انبوت ايه باكس اوف تي بالشكل ده. طيب احنا لو بصينا في الاول خالص يعني بدايه الاوميجا دومين دي جايه منين؟ هنا نبص مع بعض كده فريكوينسي ريسبونس ده اساسا جاي منين؟ ان انت ليه استخدمت الاوميجا دومين دي؟ عشان حته الفريكوينسي ريسبونس اللي هو ايه؟ ريساين ويف. يعني هو بيقول لك اكس اوف تي بتساوي ايه؟ اي اكس امبليتيود اكس في ساين ايه اوميجا تي زائد فاي اكس. اما الساين ما عندك انبوت بيبقى بالشكل ده قال لك الاوتبوت بتاعه بيبقى ايه؟ واي اوف تي اي واي ساين اوميجا تي زائد ايه؟ فاي واي. بعديها جه هنا قال لك ايه؟ جه هنا حدد لك بقى ايه ازاي تجيب ايه الاي واي دي والاي اكس دي ويجي ازاي. قال لك ان الجي اوف اس بتاعتك الجي اوف اس اللي هي واي على اكس لو حولتها في الاوميجا دومين هتبقى ايه؟ اي اوميجا في فاي ايه اوميجا. طيب الاي اوميجا دي والفاي اوميجا هتجيبهم ازاي؟ قال لك الاي اوميجا هي الاي واي على الاي اكس والفاي اوميجا انت عشان تقسمهم على بعض قسم الواي على الاكس يبقى الفاي اوميجا هي الفاي واي ايه ناقص فاي اكس. يبقى انت الساين ويف هنا عرفت تعمل اختصار ليها. انت طبعا هنا بقى ايه لو عملتها جبراس او حاجات اللي احنا الاس دومين هتبقى صعب جدا، صعب جدا انت تظبط بقى حته الساين اوميجا وهتجيبها ازاي في الاس دومين. فلا قالك هنا حته الساين ويف دي تبقى سهل ان انت ايه الجي اوف اس هتجيبه في الاوميجا دومين والواي اوف تي هيطلع ساين ويف. خلاص انت تعرف ايه تعرف تجيب الامبليتيود والفيس شيفت والحاجات دي ايه بقى المساله سهله. وهيتبان بقى هنا ازاي، انا هنا بس كنت بوضح لك انت ايه اللي خلاك تفكر فيها في الاوميجا دومين وازاي بقى ايه تشتغل هنا. طيب هو هنا مش مديك الاكس اوف تي، مديك الاكس اوف تي بكام؟ بيقول لك 10 ساين 1 من 10 تي في 1 اوف تي. سيبك من 1 اوف تي دي يعني ايه، 1 اوف تي دي يعني ان انت شغال بوزيتيف. لو انتوا فاكرين في شيت 2 ممكن بنيجي نضرب اي فانكشن في 1 اوف تي عشان ايه عشان يبان ان انت بوزيتيف يعني. فدي ايه مش قصتنا. انت عندك دلوقتي بيقول ايه 10 ساين 1 من 10 تي، معنى كده هنا الاي اوف اكس بكام؟ الامبليتيود بتاع الاكس بكام؟ 10 كده. طيب والاوميجا، والاوميجا او بوينت 1 والزاوية 5x صفر. بس كده يبقى انت ايه قارنت ايه الشكل اللي هو مديهولك بالشكل ايه الستاندرد بتاعك. ده اهو الشكل اهو بتاعك وده ايه الشكل الستاندرد. جالك قلت ان الـ a of x ب 10 الاوميجا ب 1 من 10 راديان لكل سكند والـ phi of x بكام؟ الـ phi of x بصفر. طيب يبقى الواي اف تي احنا قلنا الواي اف تي بتساوي ايه؟ بتساوي ايه؟ واي ساين اوميجا تي زائد فاي واي. طيب يبقى انت كده عشان تجيب الايه الواي اف تي انت عايز تجيب ايه؟ عايز تجيب الاي واي وعايز تجيب ايه؟ الفاي واي. الاوميجا ثابته خلاص انت الاوميجا جبتها من الاكس اوف تي انها بكام؟ بواحد من 10. اوميجا انت خلاص جبتها، انت عايز تجيب الايه؟ الامبليتيود والزاويه بتوع ايه؟ بتوع الواي. طيب احنا ايه احنا قلنا هنا ايه احنا مش قلنا ان الامبليتيود بتاع الجي اوف اس هو الاي واي على الاي اكس. يبقى الامبليتيود بتاع الاي واي ده هو ايه؟ هو اي اوميجا في الاي اوف اكس صح. ونفس الكلام هنا الفاي اوف اوميجا قالك انها فاي واي ناقص فاي اكس، يعني فاي واي بتساوي ايه؟ بتساوي فاي اوميجا زائد الفاي اكس بتاعتك. طيب انت مش انت من القوانين تعرف تجيب الاي اوميجا والفاي اوميجا؟ مش دول اللي هم بتوع الجي اوف اس اللي احنا جبناهم اساسا فوق؟ مش دول هم اللي احنا جبناهم هنا فوق؟ الامبليتيود والزاويه بتاعه الجي اوف اس احنا جبناها ان احنا هي اللي احنا جايبينها فوق. يعني انت لو جيت هنا قلت ايه ان الاي واي هي الاي بتاعت الجي اوف اس في ايه في الاي اكس والزاوية قلنا هتبقى ايه فاي واي
هنلاقي ان هي الفاي عند 1/10 او هي الفاي بتاعت الجي اوف اس عشان ايه؟ عشان الفاي اكس بزيرو. تمام. انت ممكن هنا ايه ممكن تشتغل طريقتين. انت مش انت الاوميجا بتاعتك بواحد من عشرة صح؟ لو بصينا هنا في الجدول فوق، واحنا مش جبنا القيمة دي قبل كده، واحنا مش خلاص عوضنا قبل كده واحنا بنرسم عن الواحد من عشرة الاوميجا معوضنا بناها بواحد من عشرة، مش جبنا الامبليتيود والزاوية بكم صح ولا لا؟ انت كنت ممكن تعمل ايه اساسا؟ انت ممكن تاخد القيم دي اهي بتاعت الامبليتيود والزاوية عند 1/10، وان 1/10 ده جاي ايه الاوميجا بتاعت التي اهي هي 1/10، وتعوض فيها على طول. يبقى انت عندك ايه 1/10، احنا قلنا انها بكام؟ ب 19.6، والزاوية بنيجاتيف كام؟ 53. طيب يبقى الاي واي احنا قلنا هي الاي اوف اكس في ايه الامبليتيود بتاع الجي اوف ايه الجي اوف اس عند 1/10. طب احنا من الجدول قلنا ان هو 19.6، لو ضربناه في 10 هيطلع بكام؟ 196. افرض انت الاوميجا بتاعتك حاجه مش موجوده في الجدول، خلاص عوض عادي، عوض عادي في الامبليتيود بتاعك اللي هو بتاع الجي اوف اس عن اوميجا بالقيمه اللي هو مديها لك. يعني هو احنا هنا بس اختصرنا عشان الاوميجا بتاعتك هي قيمه ايه؟ قيمه انت كنت معوض بيها قبل كده في الجدول وانت بترسم. الأوميجا لو رقم مختلف خلاص هتعوض من جديد. نفس الكلام في الزاوية، الزاوية انت ممكن تجيبها على طول من ايه؟ من التيبل بتاعك انها نيجاتيف كام؟ انها نيجاتيف 53 على طول، او ممكن تعوض ايه؟ تعوض برضه في ايه؟ في الزاوية بتاعت الجي اوف اس اللي انت كنت جبتها، وتجيب منها ايه؟ وتجيب منها الزاوية بتاعتك بتاعت الايه؟ الفار. خلاص انت جاي جبت الاي واي، جبت الفاي واي، هي الفاي قلنا عند 1/10 عشان الفاي اكس بزيرو. خلاص هتعوض بقى في ايه؟ تعوض في الايه؟ في الشكل الستاندرد بتاع الواي اف تي. الاي واي عندك بكام؟ قلنا 196. الاوميجا هي بتبقى الاوميجا بتاعت الاكس اف تي اللي هي 1/10 تي، والزاويه بنيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 53، حطيناها ايه؟ الفاي واي. بس انت جاي جبت ايه؟ جبت ايه السيستم ريسبونس بتاعك للساين ويف دي. شوف انت اختصرت خطوات قد ايه. تخيل دي بقى لو انت عايز تعملها في الاس دومين، تخيل لو انت عايز تعمل حاجه زي دي في الاس دومين، هتبقى صعبه جدا طبعا. ايه الاكس اوف تي بالساين وبتاع تبقى ايه؟ معقده جدا. يعني الباشمهندس كان بيسالني امتى ايه؟ امتى اعرف ان انا محتاج ايه استخدم الاوميجا دومين في حاجه زي دي ساين ويف؟ هو ممكن ما يقولكش ارسم هنا، هو ممكن يديك المساله دي على طول ويقولك هات ايه السيستم ريسبونس بتاعها. ممكن يقولك هات السيستم ريسبونس على طول الساين ويف دي من غير ما يقولك ارسم. فانت فاهم ساين ويف، يبقى انا ايه اسهل ان انا هشتغلها ايه؟ اسهل ان انا هنا احولها لايه؟ الاوميجا دومين. بس ما حدش يتلخبط بس ما بين الساين ويف دي، ده ساين انبوت، يعني الانبوت هو ساين ويف، عشان ما حدش يتلخبط ما بين الساين دي والساين اللي احنا كنا بنستخدمها في جبراس اللي هي اما كنا بنعمل انفرس جبراس والكلام ده. انت هنا عشان الانبوت بتاعك نفسه الاكس اوف تي انها ايه؟ ساين ويف. كان قبل كده الانبوت كان بيبقى ايه؟ كان بيبقى يونت ستيب، يونت جامب، الحاجات ايه اللي احنا عارفينها دي. بس كده. حد مش واضح مع اي حاجة؟ لا تمام يا باشمهندس. حد عنده اي سؤال بسرعة كده في اي حاجة في الشيت؟ بعد اذنك بس يا باشمهندس ابعت لنا الورق ده على طول عشان نلحق. ببعته لعمر على طول بعد السكشن عشان نلحق نحل قبل الكويز. بس انا بقول انا ببعته لعمر بعد السكشن على طول، ببعته كويس هيبقى عباره يا باشمهندس. ده الكويز ده بتاع الدكتور الصراحه، فانا ما اعرفش يعني هو هيبقى في كويز ثاني في السكشن. في كويز ثاني للسكشن هيبقى على شيت 1 و2، بس لسه ايه ما حددناش الميعاد، بس هو غالبا هيبقى قبل الميد ترم. يعني انت كده هتكون مذاكر الكويز بتاع الدكتور ايه لحد 4 شيتات، فمش
مش هتذاكر حاجه جديده. كويز الدكتور ده في المحاضره صح؟ كويز الدكتور ده حاجه تانية يعني، هيبقى في كويز في بتاع الدكتور وكويز ايه يتعمل في السكشن، وحاجه تانية برضو بعد كده السكشن من الاسبوع الجاي هيبقى فيه غياب الدكتور، بعد كده السكشن هيتاخد فيها ايه، فيها غياب من بعد كده يعني، فعرفوا برضو ايه، عرفوا باقي الناس اللي ما بتحضرش، وانتوا العدد يعني بيبقى كويس بس ايه، والدكتور بقى ناخد غياب، فيستحسن ايه عرفوا باقي الناس ان بعد كده السكشن هيبقى فيها غياب. مش مهندس يعني عمرك الكويز السكشن الجاي يوم الحد الجاي؟ لا لسه ما حددناش الكويز بتاع السكشن، لسه ما حددناش ميعاده، بس ما اعتقدش انه يبقى الاسبوع الجاي عشان ما يبقاش اتنين كويز مع بعض يعني، ممكن يبقى ممكن الاسبوع بعد الجاي يعني، لسه هنحدد برضه عشان نعرف ايه هنمتحنه ازاي اساسا يعني، فما ما نحدد بس هيبقى ازاي هنعرفكم، لكن الاسبوع الجاي في الكويز بتاع المحاضره عشان الناس بس ايه ما تدخلش الاتنين في بعض يعني. والكويز بتاع المحاضرة لا ده حد الشيت بتاعنا ده، لكن كويز السكشن هيبقى أول شيتين بس. تمام كده؟ تمام. حد عنده أي استفسار؟ اعتقد الدكتور قال الساعة 2 هيبقى فيه عامل ميعاد لو حد عنده اسئلة في المحاضرات، فيا ريت عنده اسئلة. الدكتور لسه مكلمني من شوية وبيعتذر عن المحاضرة يعني عشان حصل له ظرف. خلاص تمام ماشي. حد عنده اي حاجة؟ خلاص ما دام كده احنا مش محكومين بميعاد يعني، لو حد عنده حاجة في الشيت وعايز يسأل انا موجود يعني. سمعت يا باشمهندس، هو مش المفروض احنا يعني لما بنيجي نعوض جوه الانجل ونحط الاوميجا بالريد بير سكند، المفروض الـ يعني الانجل تطلع لي بالريد، ليه بتطلع لي بالديجري؟ لا انت هنا يعني مثلا حاجه انت شايف معايا هنا مثلا 90 ناقص 10 ماينس 1 اوميجا تي، انت هنا هتعوض عن الاوميجا عادي. مظبوط، تعوض عن الاوميجا عادي بالريد بير سكند والتي بالسكند، السكند هيطلع لك 10 ماينس 1 دي هتطلع لك ايه؟ زاويه. وانت 10 ماينس 1 دي يا باشمهندس لو انت لما كان بيجي مثلا عندك 10 ماينس 1 مثلا لما بتيجي تجيب تان عايز تعرف الزاويه بتعمل ايه؟ مش بتجيب 10 ماينس 1 الرقم بتاعك؟ يعني 45 مثلا، انت عارف ان التان 45 بواحد، فبتقول ايه شيفت تان، شيفت تان ماينس 1 واحد يتراجع الزاويه ب 45، فالتان ماينس 1 اوميجا تي دي بتراجع زاويه. لكن احنا هنا امتى ضربنا في 180 على باي دي؟ لا احنا هنا الرقم كان بره اساسا يعني، هنا كان الاوميجا عندك بره مش في تان ماينس 1. واضحه كده يعني؟ انت هنا بتطرح راديا من زاويه، عشان كده ضربت في 180 عربية عشان ايه؟ عشان تبقى زاوية. تمام كده واضحة ان شاء الله. شكرا. خلاص ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام.